محمد اليوم لي بارتنير اللي جبناهم اون فا لونغي محركات محمد امير 27 سنه ان جون انتربرونور الجيريان درست هنا في الجزائر ومن بعد توجهت لالمانيا وين كملت دراستي في المانيا وجاتني فكره المشروع بايني عندها دوك عندي عامين ونص وانا نخدم في الفكره هذه والحمد لله لحقت وين يعني جسدت هذه الفكره وجيت لهنا الجزائر في فيفري 2020 انشات شركه وبدينا نخدموا على بايني. بايني هي عباره عن خدمه دفع الكتروني عن بعد، يعني حنايا لصقنا خدمه الدفع بالاسباس بالكاش ولصقنا العصرانه يعني لا تكنولوجي كي لصقناهم خرجت بايني. يعني دوك المواطن الجزائري نعرفوه بلي معتمد بزاف على البايمون اسباس، بخدمه بايني تقدر تستعملها باش تشري اي حاجه من الانترنت، ما تسحقش تكون عندك حساب عندنا ولا حساب بنكي ولا يكفي يكون عندك نقود يعني اون اسباس وتخلص المشترى تاعك عند البارتنير اللي يكون قريب لك. خلي التليفون تاعك هنا نزيد لك قريبيا هنا عندك 2 مليون. هي بايني هي عباره عن حل من حلول خدمه الدفع، يعني كي تكون عندك بطاقه نقديه وما يكونش عندك فيها الاموال داخل البنك داخل الحساب البنكي يقدر يعني الكليون الزبون يروح الى خدمه بايني. وحنايا رانا مدى بينا يكون عندنا دعم يعني دعم مالي ودعم يعني في الاورينتاسيون تاع لانه نحقوا اخصائيين اللي حيعاونونا في هذا يعاونونا في الافونسمون تاع لو بروجي هذا، لانه الدعم المالي وحده ما يكفيش، لازم يكون عندك دعم تاع لو سويفي تاع لونتربريز، يعني اخصائيين اللي يعاونونا ان شاء الله باش نتقدموا في هذا الشيء. على بروشان.